بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على موضوع انترستنج جدا، يعني اللي هو الترا ساوند فور تروماتيك نيرف انجري انترابمنت، اند يعني مقدمه صغيره كده على الجايدد برينيورال انجكشن. اول حاجه عايزين نعرف بس الاناتومي بتاع النيرف. النيرف عباره عن مجموعه من البندلز، كل بندل عباره مكونه من مجموعه من الاكسونز. تمام، يبقى احنا عندنا الاكسون بتكون البندلز، ومجموعه البندلز بتكون في النهايه النيرف. الاكسون نفسه محاط بحاجه اسمها اندونيوريوم، وزي ما قلنا كل مجموعه اكسونز بتكون بندل، البندل نفسها محاطه بحاجه اسمها بيرينيوريوم، والنيرف في النهايه عباره عن مجموعه من البندلز. النيرف ده متحوط لحاجه اسمها ايبينيوريوم. يبقى دلوقتي احنا عندنا النيرف عباره عن بندلز، كل بندل فيها اكسونز. تمام، الاكسون نفسه متحوط بحاجه اسمها اندونيوريوم، البندل بحاجه اسمها بيرينيوريوم، النيرف كله في الاخر محاط كونكتيف تيشو اسمه الايبينيوريوم. دي حاجات مهمه علشان هنفتكرها واحنا بنشوف الايه كلاسيفيكيشن بتاع الانجري. تمام، تاني النيرف عباره عن بندلز، كل بندل عباره عن اكسونز. تمام، الاكسون نفسه حواليه اندونيوريوم، البندل حواليه حاجه اسمها بيرينيوريوم، النيرف اللي هو مجموعه البندلز ده متحوط بحاجه اسمها ايبينيوريوم. تمام، وعندنا طبعا الايبينيوريوم والبيرينيوريوم كل ده كونكتيف تيشو، يعني بيبقى فيه طبعا الايه البلاد فيزلز اللي هي بتغذي النيرف ده. الالترا ساوند بقى احنا بنشوف الكلام ده ازاي في السونار بتاعنا؟ يعني للاسف احنا عايزين البروب اللي هو 15 ل 18 ميجا هرتز، اللي هو يعني مش عندنا، اللي هو بيبقى صغير كده اللي هو اسمه هوكي ستيك. تمام، بنشوف النيرف ده بالشورت اكسس وباللونج اكسس، اعتقد اغلبنا شاف على الاقل يعني الميديا نيرف. تمام، شكله في الشورت اكسس احنا بنقول عليه شبه المصفى او الهوني كوم ابييرنس. تمام، الحاجات الهايبر اللي فيه ديت دي الكونكتيف تيشو اللي هو الابينيوريوم والبرينيوريوم، النيرف نفسه اللي هو الهايبر. تمام، لما نفرده ال اس هنلاقي بس ايه سترياشنز كده، الحاجات الايه هايبر مع هايبر. شكله عامل ازاي؟ ده الدي اس بتاعنا اللي هو شبه الهوني كوم او الايه شبه المصفى. تمام، وده ال اس ايه بتاعنا، تبقى خطوط ايه متوازيه. ايه بقى اللي ممكن يبقى فيه، يعني ايه اللي يعمل نيرف انجري اصلا؟ في حاجات مايلد وفي حاجات بتبقى يعني ايه سيفير. يعني كراش انجري زي اي تروما، ستريتش على النيرف في بعض العمليات بتاعه العظام زي هيب ارثروبلاستي، لاسيريشن او فراكشر، يعني مثلا حاجه الموست كومن، يعني لما طفل مثلا او حد كبير يحصل له سوبرا كوندايلا فراكشر، كلنا عارفين ان الالنر نيرف هي ايه هيحصل له انجري في الحاجه دي. او ممكن بقى يعني كومباينيشن لكل ده. النيرف انجري ده ممكن حاجه تبقى ريفرسبل وتيجي معانا بالكونزرفاتيف تريتمنت، في حاجات ايه ريفرسبل ممكن يبقى سنسوري ممكن يبقى موتور، كل ده على حسب ايه بقى اللي اتقطع او ايه الانجرد من الحاجات اللي احنا ايه قلناها في الاناتومي في الاول. امتى هنسسبكت ان في نيرف انجري؟ لو عيان جايب حاجه نيورولوجيكال ديفست، انا مش حاسس الحته دي، في الحته دي بتنمل، الحته دي بتحرق، حاجه تانية برضو السكين هايبرسيزيا، يعني اي لمسه صغيره مثلا تبقى حاجه اكسجريتد عن الايه عن اللي احنا متوقعينه، يعني او لاسيريشن بقى، يعني زي ما قلنا كده الحته بتاعه السوبرا كوندايلر الانجري في المكان ده الفراكشر ده هيجيب النيرف ده، احنا عارفين كده من غير اصلا ما ايه ما يجي من غير مانيفستيشن. يعني كلاسيفيكيشن بقى عندنا اتنين كلاسيفيكيشن كبار معتمدين على الاناتومي اللي احنا قلناه في الاول، واسمحوا لي معلش هعيده تاني عشان نبقى فاكرينه مع بعض. قلنا النيرف عباره عن ايه مجموعه من البندلز، وكل بندل فيها فاسيكلز. تمام، يبقى فيها اكسونز، البندل هي كل بندل فيها اكسونز. تمام، الاكسون نفسه محاط بحاجه اسمها ايه اندونيوريوم، مجموعه الاكسونز اللي عملوا البندل او الفاسيكل محاطين بحاجه اسمها ايه بيرينيوريوم، مجموعه البانزلز دول عملوا النيرف، النيرف كله متحوط بحاجه اسمها ايه ايبينيوريوم. على حسب بقى ايه الانجرد في الكلام ده هيبقى عندنا النيرف انجري. عندنا ثلاث حاجات اكوردنج اللي هو السيدن كلاسيفيكيشن، اول حاجه اسمها نيوروبراكزيا، ثاني حاجه اسمها اكزونوتينسيس، ثالث حاجه اسمها نيوروتينسيس.
في كل واحدة فيهم هنعرف ايه السبب بتاع الانجري ديت والديسكريبشن، ودي هتمشي ازاي يعني هتتعالج ازاي. اول حاجة النيوروبراكتيا ديت اللي هي يعني المايلدست حاجة يعني بالظبط كده يعني زي كومبريشن للنيرف. الحاجة الوحيدة اللي اتأثرت في الموضوع ده الاكزون بس، الاكزون بس مش الاندونيوريام اللي محاوطه ولا البرينيوريام ولا الابينيوريام ولا حاجه تانية، مجرد اكزون بس حصل فيه دي مايلينيشن او فيه مشكله في الايه لو هو اصلا مايلينيتد ممكن يحصل فيه دي مايلينيشن، او بس مجرد مشكله في الايه في الامبلس كوندكشن، وده بيمشي كونزرفاتيف تريتمنت. تمام، ده حاجه المايلدست يعني. تاني حاجه اللي هي الاكزونوتيمس. تمام، دي بقى يعني ايه، خلينا نعديها دلوقتي وناخد اللي بعديها اللي هي النيوروتوميسيس. ده بقى الموست سيفير، ده حصل لسيريشن، ده كل النيرف ديسربتد من اول الاكزون بالاندونيوريام بالبندل كلها بالبرينيوريام بتاعها بالابينيوريام، النيرف كله ديسربتد، ما عندناش اي حاجه يعني ايه مش انجرد يعني. اللي في النص بقى، المرحله اللي في النص ديت اللي هي الاكزونوتوميسيس، ده بقى عندنا حاجات حصل فيها انجري وحاجات مكمله متوضح احسن في الكلاسيفيكيشن اللي هو ايه اسمه ساندرلاند، نبص عليه سوا كده شايفينه كويس. اول حاجه النيوروبراكتيا اللي هي جريد 1 اللي حصل عندنا المشكله فين؟ مايلين بس، يعني مجرد بس ايه مشكله في اكزون واحد، لكن الاندونيوريام كويس، برينيوريام اللي هو بتاع اللي حوالين البندل نفسها كويس، الابينيوريام اللي حوالين كل النيرف كويس. تمام، وده التريتمنت بتاعه حاجه ايه كونزرف. نخلينا في اخر حاجه اللي هي جريد 5 اللي هو ايه اصلا رابشر في النيرف، المايلين انجرد والاكزون نفسه انجرد والاندونيوريام اللي حواليه انجرد والبندل نفسها فيها انجري والبرينيوريام بتاعها برضو رابشر والابينيوريام اللي حوالين النيرف كله ده كده ايه انجرد. اللي احنا قلنا عليها بقى اللي هي الاكزونوتيمسيس ديت يعني ايه فيها بقى على حسب الجريد 2 و3 و4 على حسب بقى ايه الايه ايه الانتكت فيها. احنا قلنا ان جريد 1 المايلين فيه انجري، فطبعا بالطبع جريد 2 هيبقى فيه ايه انجري، والاكزون هنا بقى يعني الزياده ان هو بقى فيه انجري في الاكزون نفسه، لكن الاندونيوريام اللي حوالين الاكزون بس انا عايزه بس يعني اعتقد الناس اللي قاعده عارفه يعني ايه اندونيوريام وابينيوريام وبرينيوريام عشان بس ايه عشان اللخبطه. الاندونيوريام ده اللي حوالين الاكزون نفسه، والبرينيوريام هو اللي حوالين البندل، والابينيوريام هو اللي حوالين مجموعه البندلز اللي هي مكونه الايه النيرف. تمام، فلما احنا نقول جريد 2 يبقى احنا عندنا اول حاجه بس اللي حوالين الاكزون هي الايه حصلها انجري، لكن بقيه الحاجات انتكت، برينيوريام ابينيوريام كل ده انتكت. بعد كده بقى نعلى شويه في ايه في الديجري بتاعه الانجري، هيبقى بالطبع عندنا الحاجات اللي هي في الاول انجرد ستيل انجرد، بس الجديد عندنا بقى الاندونيوريام اللي هو حوالين النيرف حوالين الاكزون بقى فيه انجري، لكن البرينيوريام اللي حوالين البندل نفسها والابينيوريام اللي حوالين النيرف كله ما حصلوش حاجه. نعلى شويه في الانجري هيبقى عندنا ايه الحاجات اللي فوق معانا انجرد هي ستيل انجرد، واللي زاد معانا ايه بقى البرينيوريام اللي هو حوالين الايه البندل، لكن لسه عندنا انتكت الابينيوريام اللي هو محوط الايه النيرف كله. ده بقى لما يبقى انجرد هيبقى عندنا جريد 5 اللي هو ايه الرابشر بقى خلاص اللي دي لاسيريشن بقى في الايه في النيرف. تمام، الكلاسيفيكيشن سهل. تمام، عامل زي كابل الكهرباء. بالظبط، كابل الكهرباء ممكن يبقى قدامك سليم بس السلك مقطوع من جوه او العزل متشال من بره والسلك لسه سليم كذا يعني طبقه يعني الطبقات ديت كل طبقه بتتقطع بيبقى ليها حاجه وبتدي مانيفيستيشن معين. الكلاسيفيكيشن ده الديسكشن ده هيستولوجيكال ولا احنا بنقدر نشوفه بقى بالايميجين ده بقى ده بقى يعني الايه ده بقى يعني الاول بس ولا ده جاست هيستولوجيكال الاول دي سيرا كمبيوترايزد يعني الاول كده، فاحنا الاول بس عايزين البروب اللي هو ال 15 ل 18 يعني عشان نتكلم يعني. ده جريد 1 اللي احنا قلنا بس احنا عندنا مشكله في الايه في المايلينيشن بس، كل بقيه الحاجات عندنا انتكت. اللي احنا بنشاور عليه بالسوليد ارو ده اللي هو الايه بيرينيوريام اللي هو بره خالص، ده الابينيوريام. تمام، الاندو بقى اللي حوالين الاكزون هو الايه هو الاصفر ده. تمام، كل ده انتك ما عندناش بس غير مشكله في الايه في الايه في المايلينيشن بتاع الايه النيرف ده اللي هو جريد 1 اللي هو لو اسمه بالكلاسيكيشن الاولاني اللي هو الايه الاكزون وايتمس.
ماشي. جريد 2 بقى اللي بدا يحصل عندنا ايه انجري بس فين؟ في الاكزون. بقيه الحاجات ايه؟ انتكت. جريد 3 انجري فين؟ في الاكزون وفي اللي حوالين الاكزون اللي هو اندونيوري. تمام. جريد 4 بقى عندنا ايه؟ كله انجرد ما عدا البرينيوريم. البرينيوريم بقى لما يبقى انجري خلاص يبقى كده اصلا الايه دي جريد 5 دي اخر حاجه ده اللاسريشن بقى. تمام. شكلهم ازاي بقى بالسونار؟ يعني ايه ده السؤال بقى. ده جريد 1 زي ما قلنا مايلد تروما، احنا مش شايفين حاجه بس غير ايه سويلنج بس كده، ايه مش ديسبروبورشن يعني مش مكمله مع بقيه النيرف زي اللي بيحصل في الكربل تاني. هلاقي بس الايه النيرف بقى سولين شويه وخلاص، ده مش هشوفه اكتر من كده يعني. جريد 2 احنا قلنا اللي ايه عندنا فيه مشكله فين؟ في الاكزون. تمام. الاكزون بيحصل فيه حاجه زي فاليريان ديجنريشن كده، بيبقى برده سيكند يعني. احنا لو شفنا تو باندلز هنلاقي اكزون واحده يعني، هنلاقي باندل يعني هنلاقي حاجه واحده بس ايه عن اللي جنبيها يعني. تمام. هو هيبقى مش كله يعني في الاخر برده هيبقى شبه اللي هو الجريد النورمال يعني الاصفر ولا البنفسجي؟ لا الاصفر هو النورمال. الاصفر هو النورمال. حصل سويلنج بس هيبقى معانا ديسربشن فين؟ احنا نشوفها سويلنج. اه هنشوفها سويلنج. واحده من اللي هي هنشوفها سويلنج. جريد 3 المفروض ان احنا معانا كمان الانجري فين؟ في الـ في الـ في, الـ في الاكزون وفي اللي حواليه اللي هو البرينيوريم يعني. زي ما احنا شايفين كده في حاجه كونكتد فوق اهي، الخط الاصفر اللي فوق ده ماشي، ده معانا هنا ديسربتد. تمام. اهو هنا واقف، هنا واقف، هنا. تمام. ده الكونكتيف تيشو اللي حواليه، هو هنا كونتينوس على فوق، تحت هنا يعني واقف اهو يعني، احنا مش شايفينه بقى تكملته اهي. تمام. جريد 4 بقى برضو يعني احنا قربنا على حته اللاسريشن، بقى عندنا برضو في ديسربشن بقى بس فين؟ في البرينيوريم. تمام. يعني الاندونيوريم اللي هو جوه ده بقى اللي هو الهايبو اللي جوه ده، انما اللي محوط البندل نفسها برضو في ديسربشن. عندنا بقى جريد 5 اللي هو اللاسريشن، احنا مش شايفين تكمله للنيرف نفسه، دي بقى اللي اسمها نيوروما، دي ستامب نيوروما. احنا اصلا مش شايفين بقى ايه تكمله الايه، وطبعا عندنا هيستوري بنتريتنج انجري او ايه اللاسريشن. انتدكشن كده بس للايه البرينيورال انجكشن. الاول بس عايزين نتفق ان احنا مش بنحقن جوه النيرف ولا بنحقن في الايبي اللي هو البرينيوريم اللي بره، في لاير ادفنتيشال لاير ما بين اخر طبقه كونكتيف تيشو اللي هي الايبينيوريم. يعني احنا بنحقن ما بينها وما بين الادفنتيشال لاير دي، يعني احنا مش بنحقن جوه النيرف، مفيش حاجه اسمها ايه انترا نيورال انجكشن، ده بيري نيورال يعني بعيد اصلا عن الكونكتيف تيشو اللي هو اخر حاجه محوطاه اللي هي الايه البينيوري. يعني زي ما احنا عارفين بقى في اي حقنه او في اي عينه بناخدها البيشنت المفروض يبقى قاعد كومفورتابل، والنيدل بتبقى داخله هوريزونتال، وعندنا في النيرف احنا بنجيبه في الشورت اكس يعني مش هنفرده ال اس عشان نحن احنا هنحقن هو في الشورت اكس تي اس يعني. بالمنظر ده احنا هنجيبه ده، ودي الابره اللي هي دي الابره، وده الانجكشن، ده النيرف اهو احنا مش دعوه بيه اصلا، احنا بنحقن في ايه في اللير اللي هي ايه الادفنتيشال لير اللي هي ما بينه وما بين الايه اخر طبقه من الكونكتيف تيشو بتاع التيشو بتاعه. زي ما قلنا اللي هي محاط بحاجه اسمها ادفنتيشال جلير لير دي بره الايه الايبي نيوريا. احنا بنظبط النيدل الاول مش بنحقن مره واحده، ان احنا بندي بس الاول ايه ليدوكين 1% كده عشان نشوف احنا صح اصلا في الاوتر لاير ولا لا. المفروض ان احنا نختار يعني نيدل مقاسها صغير عشان النيدل الكبيره بتعمل مشكله، ازاي؟ ان هي بتعمل تراك اصلا واحنا طالعين بياخد الحقن اللي انا حقنته على بره، فاحنا كده شبه ما عملناش حاجه يعني. هنشوف ازاي ان حصل ان احنا حقنا، بيبقى فيه اكسبانشن شبه الصوره اللي في الاول دي، حصل اكسبانشن كده للايه اللاير اللي حواليها ما بين الادفنتيشال لاير ديت والايه والبري ايه والايبينيوريم. تمام. لو احنا شكينا مجرد شك ان احنا جوه النيرف، فاحنا المفروض ان احنا ايه هنطلع ومش هن ايه طبعا مش هنكمل ايه حق. الميديكيشن بقى احنا بنحقن ايه وبنحقن يعني الاماونت ايه، غالبا الحقن بيبقى حاجه لوكال اناستيزيا مع كورتيكوستيرويد. الاماونت بقى على حسب على حسب النيرف نفسه يعني، فيه معانا جدول كده
في حاجه لا اظن في جدول كده اللي هي الاسترويد والانستيزيا. يعني في الميديا النيرف بناخد 3 مللي من كذا وكذا. النوع الاسترويد والانستيزيا برضو يعني ايه بيفرق معانا. يعني الموست كومن بيتاخد اللي هو الليدوكين 1% عشان هو يعني وادي افيلابل وموجود وشورت اكتنج. في برضو حاجات تانية بنستخدمها يعني. والاسترويد برضو في كذا نوع يعني, بس هو احنا يعني البرودلي كده يعني اللي بيتحقن لوكال انستيزيا مع استرويد, والاماونت على حسب النيرف زي ما معانا في الجدول ده. ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل بقى؟ يعني زي يعني ممكن الرجي للحاجه اللي هي الانجكتد, سكين دي بيجمنتيشن دي دايما بتحصل مع التايب من الكورتيكوستيرويد اللي هو البيتا ميزازون, او سيركيولاتوري ديس ريجوليشن فيرتايجو كده, او سنسوري بلوك لو احنا حقنا بقى جوه النيرف. يعني امتى بقى بنعمل البرينيورال انجكشنز دي؟ في النيوروما, وفي حالات بقى الانترابمنت زي الكاربال تانيل, تارسال تانيل, حاجه اسمها ميرالجيا باراثيتيكا. تارسال مش راح بقى دلوقتي. وفي الجوينت كرونيك جوينت بين التروماتيك نيوروما. احنا قلنا النيوروما دي اصلا المفروض انها الحل بتاعها سيرجيكال, احنا ليه بنحقن فيها؟ دي بتبقى ادجفنت وادجفنت كده قبل ما نعمل سيرجري, او البيشنت اللي مش هينفع نعمل فيه سيرجري. هي بتقلل بس الايه الكومبليكيشن. يعني احنا قلنا انها جريد 5, وجريد 5 ده الحل فيه المفروض انها تبقى سيرجري يعني. بس يعني هي بتبقى كو ادجفنت كده لغايه ما ايه ما يعمل سيرجري, او لو مش عارف هي بتحسن السيمتومز شويه. يعني الانترابمنت بقى اول حاجه معانا الكاربال تانيل اللي اعتقد اغلب الناس عارفاه. يعني ايه اللي بيحصل في الانترابمنت ده؟ الميديان نيرف في الريست بيحصل ايه؟ بين وباراثيزيا. امتى بقى؟ في الديستريبيوشن بتاعه اللي هو ايه كلنا عارفينه ده, اللي هو الثلاث صوابع ونص دول. الدايجنوزيس بتاعه ازاي؟ احنا بنقيس الاريا, المفروض انها ما تكونش ازيد من 12 كيوبيك مليمتر. ليها طريقه برضو من على الجهاز ان احنا بنجيبه تي اس وبنمشي عليه كده, يا باذن يا اما اوتوميتد, ويا بيطلع الرقم. يعني ان هو الانجكشن ده بيحسن المانيفيستيشن برضو, بس ستيل برضو لو لونج تيرم انترابنت بيبقى عايز برضو سيرجيكال ريليز. يبقى الميديا نيرف اللي هو انترابنت على الكاربال تانل في الميديا في الميديا الاسبكت هنا, ده كلنا عارفينه وبنشوفه بالايه بالسونار, وهو يعني الموست كومن. يعني تاني حاجه بقى الايه اللي هي الترسل تاني. الترسل تاني ده ايه بقى؟ زي الكاربال تاني كده, بس في الانكل على الميديال سايد. للاسف احنا ما عندناش, بيعمل برده نفس المانيفيستيشن اللي هي بين وباراسيزيا. احنا ما عندناش بقى مقاس هنا نقيس النيرف بقى اللي هو يعني ايه التيبيال نيرف, ملوش مقاس شبه المقاس اللي هو بتاع الميديال نيرف. احنا كنا بنقول الايه ده ما يزيدش عن 12 كيوبيك ملم. احنا هنا بنقارن بالايه بالكونترالاترال ايه سايد. تمام, نفس الكلام البرينيورال انجكشن ده برضو بيحسن الايه المانيفيستيشن ايه شويه. ده هو المفروض ان احنا لو حاطين البروب هنا على الميديا الاسبكت هنشوف الارتري والفين وجنبهم الايه النيرف. الانجكشن برضو اللي هو البرينيورال بره الايه بره اللي هو البرينيورين. الميرولوجيا باراسيتيكا ديت صح انا كنت اول مره اسمع عنها. يعني دي سيندروم اوف بين نوبنس وباراسيزيا في الانترو لاترال سايد. دي بقى بيحصل انترابمنت الاني نيرف لو سمحت اشتغل حاله مره على هناك اللي هو اللاترال فيمورال كوتينيوس نيرف اللي هو جاي من اللمبر بلكسس الاثنين وثلاثة. هي هو هي بيحصل له انترابمنت عند الانفاينال الليجمنت بيجي من الانتيريور سوبيريور الياك سباين للاي بيوبيك تيوبيكل. الانترابمنت بيبقى عند الانتيريور سوبيريور الياك سباين. المشكله بس في اللاترال كوتينيوس نيرف ده ان هو بس له يعني كذا كورس, يعني دولانت كورس مش ثابت. يعني مش انا عارفه الميديا النيرف ده هو هنا او كده, فدي مشكله شويه في ايه في اثناء الايه النيرف بلوك. وده يعني برضو ملوش مقاس, مش هقيسه هنا هيطلع زياده عن كذا فهو كده في انترابمنت. لا ده كلينيكال ديجنوستيك. شوف حالة كانت دكتور سامح قعد معانا 10 سنين كده هنا عندنا في العيادة الشمس. حالة فعلا كانت واحدة بتيجي دايما بتفاي بين فعلا وحالة فعلا ده مكان الانترابمنت, ده الانجوينال ليجامنت اهوت.
هو ده النيرف اللي هو اللاترال كوتينيوس نيرف ده اللي جاي من اللامبر بليكتس. الانترامنت غالبا بيبقى عند الايه الانتيريور سوبيريور اليك سباين. البرينيورال ايجكشنز بتاع الجوينت بقى امتى؟ في حاله السيفير اوستيو ارثرايتس. يعني احنا بنسمع كتير جدا عن الناس اللي بتحقن في الانكل والناس اللي بتحقن في الني كتير جدا. يعني حاله الروماتويد اديزيف كابسولايتس فراكشرز ساعات. تمام. حاجه بقى اللي هو السوبراس كابيلار نيرف بقى ده برضو مهم جدا واللي هو الناس بتوع الطب الطبيعي دايما بيشتغلوه. يعني بيحصل برضو السوبراس كابيلار نيرف ده بيبقى جاي من سي 5 و 6 نيرف روتس بيبقى جاي معاه برضو سنسوري وموتور فايبرز. الامبنجمنت بتاعه بيحصل فين؟ في السوبراس كابيلار نوتش. يعني احنا عندنا السكابيلا من ورا في سباين في سوبراس سكابيلار وانفراسكاب بيحصل له امبنجمنت فوق عند في السوبراس كابيلار نوتش علشان بيبقى يعني ايه بيبقى في ليجامنت عدي من فوقيه اللي هو السوبيريور ترانسفيرس سكابيلار ليجامنت بيحصل له امبنجمنت في السوبراس سوبراس كابيلار نوتش. احنا بقى بنعرف ازاي يعني احنا بنحقن فين؟ احنا بنحقن في السوبراس سباينس فوسا. احنا مهم بالنسبه لنا الحته دي ليه؟ لازم كمان نستخدم الدوبلر علشان احنا بيبقى معانا ماشي معانا بلاس فيسلز هنا فما ينفعش ان انا هحقن في الايه في الانترافاسكولار. يعني انا مهم عندي الحته ديت بالذات ان انا يبقى يعني مش بتتحقن بلايند لازم سونار علشان انا هدايجنوز ان في انترابمنت اصلا دي حاجه هحقن علشان اخفف المانيفيستيشن ولازم برضو ان انا اتجنب الايه الانترافاسكولار ايه انجكشن. ده المكان يعني لو دي كده الصوره ده احنا حاطين البروب ورا على السوبرا سكابولار ريجون. النيرف هيدخل من تحت هنا كده الانترابمنت فوق هنا ده السباين ده السكابولار سباين دي الحته اللي احنا ايه هنحط البروب فيها اللي هي شبه دي ده النيرف الحقن هيبقى من هنا. يعني معظم المحاضره من البيبر ديت وشكرا على حسن استماعكم. الموضوع ده مهم في ان